سلام. شو رحت على الاسكيمو وجبت لك سمك وجيت كبير كبير يا شيف كبير لكن بطل عمرك كثير يعني شوفها شوف السمكات شغل ابو راتي ما شاء الله بس انا رايح اقعد نص ساعه جنب الصوبيا وراجع لك ايه وين صوبيا وانا راجع راجع اطبخ لك اياهم بس شوي طيلجت لانه طيب لا تتاخر علي اجيتك هلا دفيت انا تعال شوف وعلى كل عرض بالسمكات ها الله يرضى عليك بس نفهم هلا شو بدك تعملنا فيه هذا السمك اسمه تشوبرا مشهور كثير بتركيا وكثير ظريف وكثير طيب وانتم شاركونا كمان شو بتسموا هذا السمك ببلدكم يا ترى هلا في عندكم منه بالكويت في بس صراحه ما بعرف شو بسموه انتم متعودين على السمك الزبيدي يعني الغالي فلوس شوف يا على السمكه شايف متلجه السمكه تتليج ايوه شايف ما احلاها 10 سمكات جايب لك بس شامد ب ايه منيح كمان منيح لا 10 منيح هي هيك بسرعه راحت وجهك اخي عايش بالكويت اجمالي طبيعي هلا اول شغله خلينا نغسلهم طبعا هو المحل بينظف لك اياهم هيك من جوا وبيقشر لك اياهم مشان اذا عليهم شيء لازم تلاقي ملمسهم هيك ناعم اذا لقيت شيء ملمسهم مو ناعم معناها بدك ترجع تقشرهم بالسكين خلص ما دام ملمسهم هيك ناعم انا بنضف لك اياهم بس خلينا نغسلهم على السريع بمي بارده لك ونحطهم على جنب ونجهز التتبيله تبعهم بس ما سالتني شو بدي اسوي لك فيهم شو بدك تسوي لنا فيهم؟ سمك شو؟ سمكه حره، بتعرف السمكه الحره؟ حره يعني سبايسي يعني؟ هي اسمها هيك بس مو ضروري تكون سبايسي يلا خلينا نبلش هلا انت عايش بالكويت اكيد بتعرف كيف بيعرفوا السمكه اذا تازه ولا لا؟ شلون هات يعني مثلا اول شيء انا بدي الجلاب هنيك بس هيك هذا بتستعمل جوز واحد طول حلقه يعني طول حلقه؟ ايه بتغسله وكذا بترقع بتلزقه دبر حالك ايه ما بيصعب ما في انتاج مو كثير ماشي انتاج قاعد ورع بتسمع على ورده ما شكلك مو انت اللي بتجي بالبيت من طريقه تلبس الكفوف ما لك عارفه تلبس احنا ما بنلبس كفوف ايوه عيب اللي بيلبس كفوف بتجي بدون كفوف طبعا ما بيقشوا ايديه لا شو الفازلين عم تستعمله في والله ممكن واحد مرهم الخيار هلا من ناحيه الشغلات اللي بعرفها ايوه اول شيء ما لازم يكون طري يعني لما تلمس عليه هيك لما تلاقي السمكه كثير هيك مرتخيه وطريه معناها صار لها زمان متسطحه فوق الثلجات ايوه ورايحه يعني بايته والعين ما لازم تكون محمره شوف ليها عينها محمره منك شيء لا لازم تكون هيك عم تلمع شايف كيف عم تلمع ايوه وملمسها قاسي لساتها يعني تازه يلا خلينا نغسلهم ونجهز التتبيله شو رايك تغسلهم انت وجهز التتبيله يلا لك ايه لا تستحي منها للسمك افتحها من جوا لقول لك ايه وعد عضك لا 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 اسرع هي نظيفه ما شاء الله عليها من قلبك روح شايف لك بدك تاكل سمك بدك تشتغل هذا بيجي فيه حسك هذا؟ لك هذاك الفيلم انت حضرانه من زمان اسمه سمك بلا حسك ما له علاقه بهذا السمك وهلا يا غوالي بدنا نتبل السمكات تبعنا بتعرف هلا جماعه اهل الساحل حيزعلوا مننا ليش؟ لانه بيقول لك السمكه ما بتتبل مثل ما هي مثل ما هي انا ما بتنبلع معي صراحه بغص فيها يعني اذا ما تبلتها وكذا تخيل يا عازمك لعندي اخذ لك السمكه احط لك اياها بالفرن شوية طلعها رش لك عليها ملح ولا كوري نزل التردد الجديد لزي الوان 11277 الاستقطاب راسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6